شكرا لك. اهلا وسهلا. كأنه على حسب ما سمعت أنه علاقتنا مانا منيحة. مظبوط. أنت عن جد طلعت زلمة وبتعرف كيف تشتغل منيح كمان، وتعلمت أداب التعامل ووصولها كلها. اجيت وانقذت جماعتنا وسحبتهم من النار وطالعتهم، بس هلا في شي شاغل بالي وعم فكر فيه، ليش ما تصرفت هيك من قبل؟ نعم. مو عاجبك؟ طالما انك قوي لهالدرجه هي، ليش كنت عم تحاول تصير شرطي؟ هذا الموضوع بيخصني لإلي، بس رح حاسب السبب بسجني بعد 4 سنين دراسة. على فكرة أنت ما بتشبه أبوك أبدا. غريب، مع أني كنت أسمع عكس هالكلام هاد. كلهم غلطانين، أنت شي والمرحوم أبوك شي. بظن هلأ صار فينا نبلش بمرحلة الشكر. بعتقد صرت مدين إلك لأنك أنقذت حياة بنتي. أنا بكون واحد من الناس اللي ما بيقدروا يناموا إذا في عليهم ديون، فاطلب شو ما بدك. هاي بس أنا عندي حياة بنتي أغلى من هيك بكتير. لكن السيارة صار الدين على الأخ حسن؟ إيه؟ بيصير، ليش لا؟ مو هيك يا حسن؟ بس الدين الرئيسي لسه مو موجود. ما عملت شي لتكون مديون إلي، بكفي إنك تشكرني. كمل شغلك مع الخد الأحمر. ابني، ممكن تساعدني لما أكون بحاجة إليك؟ منشوف. هذا الزلمة غريب شوي يا بلال، عن جد غريب. لا تخليه ينتبه، رح أخذ ديوني منك، ما فيك تهربي. شو قصدك؟ قصدي عن السيارة، نطلع مشوار سوا بالصلحة، أنت موافقة؟ أنا بقسم أعدائي لقسمين حضرة المدير. الأول اللي في احتمال يصيروا قراب مني لو شو ما كانت الظروف، والتاني اللي بيضلوا أعدائي شو ما كانت الظروف.
شوف، اللي اسمه كرم من النوع الثاني. أنا كنت عارفان إنه رح يعمل شي وسخ. بحفلة التخرج هو سحب عليك سلاح. يوسف كايا! لا، لا حدا يعوص. خلاص مريض. لا حدا يعوص. كرم ابني! لو كان معي ذخيرة وقتها كنت دفنته لهالمجنون بأرضه. ماجد، انت بتعرف ليش طلبتك؟ بقدر اتوقع. احكي. بجوز يكون المدير الاسطوري لفرع التنظيم بده يضمني لفريقه الخاص. ماجد، مين بده يضم لفريقي يا ابني؟ خريجين الأكاديمية اللي بالمركز الأول. بعتقد ابني انت تخرجت من الأكاديمية بالمركز الأول وما عندي علم؟ شوف، كرم كان بالمركز الأول بعدين أنا الثاني. يعني لو كرم ما عمل هيك هداك اليوم ما كان اليوم مجد قاعد هون. صح صح، بس أنا رح أوعدك إنه إذا ضمتني لفريقك رح أشتري صحن حلو لكرم. يعني ابن دورتي أكيد بيكون اشتاق لأكل الحلو، مو هيك؟ ليك يا وحش، أنا رح أعطيك فرصة، يعني بين 3 و6 شهور. إذا عملت اللي بقلك عليه بهي الفترة بيكون كتير منيح ورح تنضم للفريق. يا أما بتكون هي آخر زيارة وما بتفوت على هالمكتب ولا تشوف وشي مرة تانية. مفهوم ولا لا؟ مفهوم حضرة المدير. الله معك. أنا جاي والمجرم ليكو معي. مفهوم سيدي. اسمعني، ما بدي يكون في لا صحافة ولا صحفيين، مفهوم؟ مفهوم، فوتوا من الباب الخلفي. طيب رح نفوت من الباب الخلفي. يلا لشوف انت وياه، استعجلوا شوي. يلا يا ابني. استعجلوا يلا. بعدين بقى. من وين اجيتي يا حضرة الصحفية؟ منتعدى على الصحافة والصحافة بتتعدى علينا. برافو، رح أعطيكي ميدالية شرطة على شطارتك. تركا وقفي، عطيني. طيب ماشي، طولي بالك بس لحتى خلص. تركا. ها خلصنا. عم ما عم صدق، حذفت كل شي عليها. هاي خلاصة. ممنون لطفك، أنا مجد. عن جد؟ أهلين سيد مجد، رح صور مرة تانية، شو رأيك؟ تفرج. بلاها الحركات يا صحفية، بلاها. اسمعي، شو رح يصير إذا صورتي هذا الزلمة ونشرتي الصور؟ بتفشل العملية؟ طيب مين فينا بده تفشل العملية يا ترى؟ مو الجماعة اللي بيعرفوا لهذا الزلمة بس. شفتي؟ شفتي كيف أنا وياكي فينا ندفعها؟ إيه، ولسه في شغلة تانية. ليش عم تربطي شعرك؟ خليه مفروض. أمشو. شو؟ شو عم تقول أنت؟ فردي شعرك وما رح تندمي. أنت غليظ كتير بتعرف، مو؟ اف، لا حلوين كتير. شو بدي أعمل هلأ يا ربي؟ رح أتقلع من الشغل، أكيد رح أتقلع. تفضل. حضرة المدير طلبت تشوفني؟ صاير شي حضرة المدير؟ القصة عن الصحفية اللي عم تبكي وتتمسكن هون بالفرع.
قلت لي الصحفية اللي عم تبكي؟ حذفت كل الصور اللي أخذتها؟ حذفت كل صور الخبر اللي كانت بدها تنشره؟ أنا بس الصورة ماجد اللي... أمور حضرتك شو رح يصير إذا نشرت خبر سيء عن الفرع اليوم؟ حل إذا بتقدر تحلها. بعتذر منك. مو هيك اتفقنا يا مجد. شبك ليش عم تلفت نظر الكل علينا يا ابني؟ تأكد انه رح حل هالقصة حضرة المدير لأن فضل تحلها بيكون أحسن إلك ولمستقبلك يا ابني. الله معك. يعني مو معقول قديشك شاطرة بالتمثيل؟ بتروحي بتقدمي شكوى لمديري فوراً؟ انتي رح تنزعي شغلنا بس من شان صورتين أخدتيهن. إيه لا تخاف ما رح يصير لك شي طول ما عندك هلسان بتقدر تلاقي حل. شوف حذفت لي كل صور الأخبار يلي مجهزتها. شو بدي أقول للمحرر هلأ؟ أوف منك أكيد هلأ رح يفكر يقرلعني من الشغل فوراً. يعني بدك خبر مو؟ ماشي رح اسمح لك تروحي معي بس هالمرة. ما بدي اياك تساعدني بأي شي، بكفي انك تبعد عني. اه الزلمة اللي اعتقلناه هلأ قال كل شي بالتحقيق، عنده عصابة للسرقة اذا بهمك. طبعا انا تكلفت بهالمهمة وهالخبر رح يكون مثل القنبلة، يعني انت ما رح تتقلعي وغالبا يمكن تترفعي. ضبي هاي بشنتايتك واوعك تنسي نحن هلأ حبيبين جدبان وجايين لهون بس منشان نتسلى. والله شو ليش لنكون حبيبين جدبان؟ ليش مين غير العشاق الجدبان بيجوا لهون ليتسلوا؟ يعطيك العافية. أهلا وسهلا. تفضل أستاذ. يسلم هالإيدين. شوفي هدول الاثنين اللي هنيك، هدول هدفنا. بس نحن كتير بعاد ونحن مالنا لحالنا، في معنا زملاء. لكن نحن لازم نبوس بعض فورا. نبوسين؟ شو نسيتي انه نحن عشاق؟ لا مستحيل واحد بيقوس مشان لعبة يكون حبيبي. بسيطة. شو عجبك المشوار؟ ان شاء الله انبسطتي. ايه كتير حبيبي. طيب يلا خلينا نمشي. لحظة لشوف كأنه هدول الاثنين شابين عاديين من الثانوية. شو عم تضحك علي يعني؟ ليكون ما في لا عملية ولا شي. روقي شوي. لك عصابة شو عملية شو اللي حكيت لي عنهم؟ كنت عم تكذب علي ما؟ شرطة مدنية وغيرها حوالينا. شو؟ إذا عم تلعب معي رح تندم. لك عم بحكي معك. أهدافنا تحركوا، خلونا نبلش شباب يلا. شو؟ حرامي شنتايتي. طالع كل الحرامة. العمى ما أغباني، كان لازم جهزة من الأول. سبات سبات تمام يا سامي، جيبوا تاني لهون فورا بدي صورهم سوا بسرعة. وينك يا صحفية؟ تعال خدي لي صورة حلوة لهالبطلين. هدي وحدة كمان. بظن هلأ صار بيطلع لي عندك غدا مو هيك؟ هلأ ليكي أنا وصلت على الشارع، بس وين صار هذا المطعم؟ وقف مكانك. ليش بقى؟ استناني منروح مع بعض. ليش وينك أنت؟ وراك تماما. Thank you.
ايه إذا بدك تضلك عم تطلع هيك خلينا نوقف على جنب الطريق سكرنا الشارع لأنه يلا المطعم قدام أهلا أهلا وسهلا أهلا فيكي خالتي فتون هذا مجد رفيقي مجد يعني أهلا وسهلا ابني أهلا فيكي شكرا كرم ابني يلا فوتوا قعدوا لو تشوفي كيف عم ياكل ما عم ياكل بطريقة طبيعية عم يتقاتل مع الصحن اللي كيف لقيت الأكل؟ يعني بحياتي ما دقت أطيب من هذا الأكل وهي أول مرة بحس حالي إني عم أكل من طبخ أمي سلم إيديك صحة وهنا بنتي أنتوا بتشتغلوا مع بعضكم؟ يعني أنت كمان صحفي؟ لا أنا بكون شرطي كأني حكيت شي غلط؟ لا يا ابني أكيد ما حكيت شي غلط بصراحة عندي ولد وكان رح يصير شرطي وتذكرته هلأ على كل حال ما رح أطلكن فيكن تكملوا أكلكن شو القصة؟ بعدين بحكي لك وليش مو هلأ؟ شو القصة؟ قلت لك عنده ولد اسمه كرم ايه وقلتي لي انه رفيق طفولتك كرم انفصل من أكاديمية الشرطة بأسبوع تخرجه وطبعاً هو ما قدر يتحمل هالشي قام رفع مسدسه بيوش مديره المدير يوسف ما بتعرفه؟ يوسف مديرنا ما غيره؟ ايه نعم وبسبب هاي القصة انسجن 12 شهر وهلأ شكله مرافق عالم مو مناح أبداً كيف يعني؟ أصحاب مشاكل طيب هي ما عنده ولد تاني غيره؟ كان عنده ولد تاني سومر سومر انخطف لما كان صغير ايه قولي شو صار بعدين الشرطة لقيت قميصه وكان كله دم لعما شو هالقصة هاي عن جد شغلة غريبة على فكرة زعلتيني كتير على الخالي فتون طيب زوجة وين مختفي معقول صار كل هذا الشي وهي الحالة شو بدنا بهالمواضيع من وقت ما وعيت على الدنيا وأنا بعرف إنها وحيدة بس بحياتي ما شفت مرأة أقوى منه اشتري مني يا خالي لو سمحتي اشتري لا حبيبي عمو تشتري مني لا محارم؟ لا شكرا ما بدنا ما بدك بترجاك عمو اشتري مني محارم الله يخليك اشتري مني محارم؟ ما بدي بترجاك بس اجمع حقك لاتي شكرا خلص بكفي خلينا نمشي شو بيموتوا إذا ما اشتروا؟ تعرف ليه ما حدا بيشتري محارم؟ ليش؟ لأنه ما حدا منهم بيبكي برافو يا حلوة شو هاد؟ أنت مفكرني شحاد؟ إيه؟ هذا كل شي معي كذاب والله هدول كله طالعون يلا ما معي تعال والله هاد كل شي معي سلاح بوطك جراباتك ليه ما عم تصدقني؟ هاد كل شي والله يلا اشلحون تانية كمان قلت اللي ما معك شو هاد؟ شو بدك بالمصاري؟ إذا قلت لي الحقيقة بسامحك كنت بدي اشتري سندويشات نقاني مليت من أكل خبز البايت برافو عليك ما كذبت أنا ما رح أضربك هو رح يضربك Thank you.
شو اللي عم تعمله؟ ولا شيء، مجرد ذكريات فاضية. كأنك شردت كتير. بصراحة لما سمعت حكاية الخالة فتون رجعت شوي للماضي. هي ضلت قوية وهالشي منيح لإلها. صار لازم أرجع على الشغل، بدك نروح سوا؟ لأنه بدي روح على فرعكم. حضرة المدير؟ أكيد، هالمكان بعرفه. مفهوم، يلا جاي فورا. لازم تروح؟ للأسف. يا صحفية، حابب أقول لك شكرا على الغداء. صح وهنا بشوفك. شوفك.